يا عمود الضوء على حافه الطريق. جعفر، ايش بيك؟ احكي لي، انا صاحبك. خليك من الهلواس واستثاغ خيرك مرة. الكلام حفاء. يصعب على الإنسان باش يقف قدام المرايا ويحاسب روحه اش عمل واش يلزمه يعمل، اما يلزمها برشا شجاعه. ثم لحظه عند الفجر، هي لحظه تجلي، لحظه يظهر فيها الخيط الاخضر. اذا تشوفه وتتمنى حاجه تحصل. نستقبل الفجر في اجلال، نستقبل الشمس في إجلال. نحب نشوف الدخلاني متاعي إيش نحس، إيش نحب، من غير ما نكذب، من غير ما تجرني الأحداث، من غير ما تختار في بقعتي. لحظة الصدق ما تنبع كان من الموسيقى. نستقبل الفجر بالموسيقى؟ نستقبل الفجر بالموسيقى. شفت حاجة؟ اسكت يا جعفر، إذا تشوف الخيط الأخضر اتمنى في قلبك اللي تحب عليه، الحاجة اللي تصعب عليك.
شفت حاجة؟ مانيش متأكد. وانتي؟ أنا شفت. واش تمنيت؟ عملوا غطسة. لا النهار طلع وقيت متاع اجتماعات وبروات واللي تتصور في مخك. أحسن حاجة تروح للدار نعمل دوش ولبس حواجي. الخدمة خدمة يا وحيد، خدمة تستنى فيا. اجتماعات يا وحيد، اغطس وحدك. ما تبدلتش يا جعفر. كانت حبة خلط عليا. ديك ياسر طايبة ونافضة. هذه انتيكا ثروة معمارية، كين هذه انتيكا باهي. والحانوتك اللي فيها القربج وفيها دهن وفش داخلة في البيعة؟ التوليه متاعي هذاك داخل في البيعة، كي تشري نهز دبشي. وحيد انت جيت؟ البيت هذه عندنا فيها عمره ما تقدرش. اي ان شاء الله ما ثم سوء. يعيش تفضل. قل له مع صاحبه. بي وحيد. اي وحيد جي هو اصحابه جيو يطلع عليك لقاوك راقده. يعيط لهم اللي مشاو توا قالوا يرجعوا مره اخرى. ليه نسي من البكاء عايش بنتي؟ تحملني في قلبي. لا 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 ما تجيبش هالسوم هذا بالكل. انا راني ما عملت معاكم كل مليح. لا لا حاجه شويه بالكل يا ولدي. هذاك اللي نجم ونقدر عليه الفلوس عزت. انا باش نتسلف للعنكوش نعمبو الفلوس. سامحني بالسوم هذا ما نجمش. تعرفش كيفاش؟ اخر سوم باش نقول لك عليه وراس ولادي. ها 85 مليون زيادة فرنك. لا شوية يزيني عاد. قلت لك شوية. باهي شوف 86 مليون وراس ولادي ما عاد نجم نزيد حتى فرنك. راسك انت مازلنا بعد على بعضنا. عجايب والله.
لا وانت قداش ناوي تبيعها؟ 100. ربي يجيب لك القسم، اش باش نقول لك؟ اما يظهر فيك عزت بيك وماكش ناوي تبيع جمله. هذاك سومي يا حاج. ايا تلقى الخير. استغليتها بمئة. تانا 86 وقريب نندم. باه. نبيع لك الدار بالسوم اللي قلت عليه. لكن على شرط. إذا نقدر. تعطيني الفلوس. وما نسلم لك المفتاح إلا بعد ما نمعي نانا. فهمني مليح. نبيع من الزاز. نانا مريضة ولازمني نداويها. حبها تخرج لبرا. مانيش مسلم. أنا فاهم وضعيتك الكلها. نما يظني كأنك جيت قلت لي سلفني 86 مليون ومن بعد ما نعرفش وقتاش نرجع حملك. عندك الحق. باهي، شنو الحل؟ ساعة قبل كل شيء. الدار مكتوبة باسم شكون؟ الدار باسمي. والعزوزة تسكن عندك؟ لا أنا ما عندها حتى حد كتبت لي الدار باسمي. توا فهمت. أنت إنسان طيب. تحب تبيع الدار باش تداوي العزوزة. طيب، أنا موافق. نشري من عندك الدار كيما اتفقنا. وندفع لك الفلوس كيف ما تكلمنا. لكن عندي فكرة. هو أنكم تقعدوا وتسكنوا في الدار وتدفعوا لي كل شهر حق الكراء. وذوعة، مانيش باش نربح فيكم. حتى يجي وقت ونهدها. تهدها؟ كنز كيف هذا تهدو؟ كنز. الكنز هو الموقع متاعها. الكنز هو كي نهد الدار هذية ونبني عمارة بعشرة تيقان 60 شقة حي تجاري تحتها. هاو الكنز، هاي الثروة. تحققت من اللي وحيد هو فلان ولا لا؟ حاجة تحير. من جهة يتعرف المعرض متاعو ويكشف كل شيء، ومن جهة يتسطر في الجرائد ويصح فلان يلعب على حبلين. أنا عرفته من اللي ريته لك الناس. أمي ما تزيدش تحمم له ساعده. الحكاية متاع واحد يصح فلان مش مخطرة للدرجة باش واحد يحكموا عليه بالعدام. أنا معاك، مانيش ضد وضعيته اللي على قدها. والمحبة ما عندهاش حدود، وأمك عمرها ما تدخل في عرضة قدام مستقبلك. أنا ماكن راح نش داخل داري باش يرفع بنتي ننبه من الخطر. يلعب مسطر حياته. ثم واحد يحب واحدة يغيب عليها 8 سنين ومن بعد شنو يرجع بالصدفة؟ انتي تمن بالصدفة. انا نخاف عليك، نحذرك من الخطر. وهكريت هاو بدي بخالك بعد. فاش قام انا ندافع على خالي؟ يا بنتي خالك هو كل شيء، هو رئيس العائلة، هو بونا، هو خونا، هو الصحابة اللي مغطيتنا يا ليليا. ألو سليم، عسلام. أي الحمد لله عقلت صوتي. دي شنو سليم يا أخي؟ سلمت في ليلى بنت خالتك؟ دي ما حكيت لك الحكاية. قلت لك اللي هي تعبة ومتقلقة يلزمها تتفرحت.
علاش ما تتعديوش تهزوها معاكم مثلا تسهروا ها تمشيوا الجربل الحمامات؟ تعرف ليليا تحب شكون يعاونها؟ نعمل عليك به هاي بسلمة. Yes, okay. See you tomorrow. Thank you. Bye. آه، شو عملت؟ هذه المشاريع ثلاثة جاهزة. ترى نشوف. عندك هذوما البيانوات. هذه دراسة بالتكاليف بسوم المتر مبني. كل مشروع وحده، دوسيه وحده، وسوم وحده. كيفاش حسبتوا سوم الياجور؟ حسبنا بالسوم القديم باعتبار مازال عندنا ستوك كبير. لازمك تعاود لي دوفي بسوم جديد. شكون قال لك احنا باش نستعملوا الياجور اللي شريناه للمشاريع الشعبيه؟ كل حاجه في بقعتها. الحاكم رخص في سوم الياجور باش يشجع المساكن الشعبيه احنا نقوموا نخدموا بهم المشاريع الخاصه. سامحني سي جعفر ما كانش قصدي. احنا نخدموا بالثقه ربي يستر. حاضر. حبر ما توفى الخدمه نحب نشوفها هي والامثله المصغره نتاعها. باش هكاك نجم نقدموا دوسيات لوزاره التجهيز. حاضر الله يبارك. انا من الاول عرفته باش يوافق. جعفر ما عادش يسلم في منصبه، يدو خذيت على المصروف. ولو يلزم الانسان يزيد يتحقق من الشخص قد ما تتاكد منه شويه. يعني نحبك تثبت معاه وتعرف لي ماه وين يصب قد قد باش نعرفوا روسنا مساقينا ونفهموا رواحنا. مش عجب براو تلقى الشركات الاخرى اتصلوا به باش يغريوه ها؟ طبعا يجلبوه ليهم ويضربونا، قانون المنافسه. ولو انا جعفر مثال قليل يا راو. تهنى جعفر في يدي. أمال؟ نعم؟ شوف لي سي محسن. موجود يستنى فيك. قل له يدخل. تفضل. تفضل. عسلامة سي جعفر. أهلا، تفضل. شكرا. آه، إش قلت لك الحسابات؟ يا سي جعفر المشاريع تبارك الله بكثرة. احنا تحصلنا على اغلب المناقصات في البلاد بالاسوام اللي انت عارفها، ولكن اذا نحسبوا الكل في قلب بعضه كيف ما قلت، بعد تكوين شركة بيع مواد البناء الفرعية وتطبيق سلم الاسوام النجم يكون رابحي. مش برشا اما رابحي. المشكل هو العز اللي نعيشه فيه توا، هو اللي مقيد لنا يدينا. هذه ثلاثة عقود مصحة حضر باش تقدمها للبنكة باش نعمل النوتيسمون بتاعها. الفلوس اللي باش تسبقهم لنا البنكة على العقود هذه نستعملوها لإنجاز شركة مواد البناء الفرعية ونقدموا في إنجاز المشاريع اللي ما تستناش. آه هكا باش نتفرهدوا مليح. وهذم وقتاش ندرجوهم في برنامج الانجاز؟ هذوك ما خليهم على جهه، خلينا نعملوا قفزه لقدام. الله يبارك. شوف سي محسن، انا خممت اللي يلزمنا نعملوا زياده صغيره للخدامه.
لأن ماذا بيا اللي القفزة هذية تكون متبوعة بتحسين حالة العمال والموظفين. صحيح، ما تقرر الزيادة كان شريكة رابحة. احنا في المقاولات العامة حبوها تولي أكبر شركة في البلاد وتعم على شمال إفريقيا وتكون عندها مشاريع في العالم العربي بكله. خلي لي شوية وقت وتشوف. بحول الله. ربيعي. يعيش. ليليا أكيد شيء ليش بعد هذا قال النجم التصويرة الكبيرة كي كانت معمرة الحيط هاوكا ما قعدت كل بقعتها يا أخي بعتها كيفاش يجي هذيك حاجة تتباع أما هزيتها نبدلها بالذهب البندقي متاع الكواتر متاعها ثلاثة أربع أيام وترجع لبقعتها شبيك حزين الإنسان اللي وصل عمري أنا بعد العز اللي شافه في حياته ويلقى روحه ودايرة بيه الحيوط العريانة والحاجات اللي كانت مالية راسه بالذكريات تغيب عليه وتتنكر له بالسيف تنشف عروق الذاكرة ويتسرب القلب والحزن أما اللي عاش حياته كيفي ما بقات له كان حاجة واحدة شنية؟ حاجة عظيمة اسمها يزعزع يا سعد من مشالها وقلبه مطمئن إيه ما قلت ليش إشري الموت الموت
عزيزي انت باش تموت. الموت نيد الناس كل وليدي، كل نفس ذائقة الموت، اما الحسرة على اللي يدفنوه من هنا ينساوه من هنا. على كل حال تقعد انت تفكر، والميت مدى مهله يتفكروه يبقى في قبره مرتاح. انا تخوفني الموت. انت مازلت صغير والدنيا حلت لك درعانها، عيش عزيز يا كريم وموت عزيز. يا اخي كيفيه واحد يموت عزيز؟ ما هو هذا اللي محيرنا، كيفاش الواحد يموت عزيز؟ انا حسب رايي اللي يموت عزيز هو اللي وقته يحطه في قبره ما يتشمت فيه حد. على صغر سنك ما نضج فكرك، ان شاء الله تكون نصرة لوالديك. بالحق تسويرة مش ترجع. لا بعتها ورايا عائلات رزقهم على ربي وعليا، ما نجمش افرط فيهم، فناوا اعمارهم في راحتي ودايرين بيا عيون كيف الجمر، اذا نطيح تكثر سكاكنهم. لما التصويرة ما تهونش، مولاها في القلب، واللي في القلب عمره ما يترهن. كما اللي حكيته، خلي المرة الجاية، على خاطر اليوم نحس في روحي تعب. انت جاي لحفلة التدشين تاع الدار الجديدة؟ يا كريم داركم الجديدة بعيد علي، وانا كبرت وهالحفلات هذه ما عادش لايقة بيا. لازمك تجي، حتى بابا قال لي لازمك تجي. ما نجمش. ثار فيك ما تحبش ماما جليلة. أنا مسامع كل حد. حتى هي قالت لي لازمك تجي. تجي بيدها حتى الهوني وتستدعيني. بعثت لك هالاستدعاء. وباسمي. قالت لي اللي كان ديما تحبك اما تخاف منك وماذا بيا تتصالح معك. ايش قلت تجي ولا لا؟ توا نخمم يا كريم. الله فيك سي جعفر، الله فيك، ممتاز. أيها الملأ الكريم، على بركة الله وبعونه ينطلق هذا المشروع الجديد الذي يندرج ضمن مؤسسة المقاولات العامة للبناء. مرحبا بكم، تفضلوا عيشك. دارتنا البركه. حسين اي غيبه غيبه غيبه. شي حوالك تفينك. انت عندك شكون مشيت لها بيك؟ ليك ليك ليك. Thank you.
سلام يا عمي. شو مالك يا جماعة؟ قليلة زارتنا البركة. الحال كل بركة. تفضلوا يا جماعة. هاي تفضل. مرحبا بيبي. شو توت عليك؟ فيسا كسمة. زوزو لبس عليك.